السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أحلى مامي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلام وسعادة. النهاردة طبعا هناخد ولد سكس في برايم وان أو في جريد وان سنة أولى ابتدائي في مالها كونكت. طبعا الولد دي بتتكلم عن ايه؟ with my family، يعني مع عائلتي. تعالوا نشوف بقى اللي اتعرف على عائلة كده، وايه المفروض نقوله، والكونفرزيشن المحادثات والحاجات الحلوة دي. يلا بينا. طبعا لسه الوالد هناخد فوكاب وكلمات خاصة بالفاملي، تعالوا نتعرف عليها. Father، لحظة اجيب لكم سبوت لايت. Father، Father، Mother، Mother، Brother، Brother، Sister، Sister، grandfather، grandfather. طبعا لو لاحظتوا هنا انا لما نطقتش حرف الدي ما قلتش grandfather، لا هي حرف الدي بتتنطقش، لكن لا نسحبها نعتبرها زي السايلنت شوي، او نسحبها grandfather، grandfather، grandmother، grandmother. طبعا في بيختلف جدا جدا في النطق ليها. تعالوا ناخد هنا listen and speaking، يعني اسمعوا في نفس الوقت تكلم. تعالوا هنا نشوف الـ conversation أو المحادثات. طبعا هنا ask and answer who a person is، يعني المفروض انت بتجاوب وتسأل عن ماهية الشخص أو عن مين دوا أو مين دي. تعالوا كده نشوف who is this، who is this، يعني بل يكون هذا who is this. طبعا البلوتة قالت ايه؟ this is my father، this is my father. طب هنا who is this، this is my mother، this is my mother. طبعا هي تقول ايه؟ مامتي. حلو، نشوف برضو هنا. طبعا امتى تقول please وامتى تقول thank you؟ طبعا هنا say please and thank you، تمام كده. تعال نشوف كده امتى اقول please وامتى اقول thank you. يعني هنا البلوطة بتقول ايه؟ Please have some cake, grandmother. Please have some cake, grandmother. لو سمحتي كولي أو تلولي معلى صح بعض الكيك يا تيتا. طبعا قلت لها إيه؟ Thank you هلا. Thank you هلا. طبعا ما بنقولش thank you، يعني بنطق حرف الأس. لا، أنا طبعا بطلع طرف لساني في الكلمة دي بالذات، بقول thank you. Thank you، أكيد زي ما بنطق حرف الثاء بالظبط. Thank you، لأن بتختلف جدا جدا في النطق. لو نطقتها بالأس يعني قلت سالك، سالك اللي هي أكيد حد بيدها لحد أو بيقول له يغرق، سالك لوحدها معناها يغرق. فطبعا لما بقول Thank you دي أكيد اللي بدها لحد اللي قول يغرقك، لكن لما بقول Thank you اللي هي مكتوبة اللي هي دي معناها شكرا ليك. فلازم نلطق صح عشان نعرف نوصل الكلمة صح، سواء لو احنا كلمنا بعد كده مع ناس أجانب أو كده، فلازم نراعي الحتة دي جدا. طيب عندي هنا برضو هاني بيقول ايه بقى؟ have some tea and cake mother، have some tea and cake mother. لاحظوا هنا انا ما لطقتش كلمة، ما قلتش يعني ما لطقتش حرف الدي في كلمة and، ما قلتش and، انا قلت and. Have some tea and cake mother، تمام كده. تلولي have some cake and some and cake، sorry have some tea and cake mother. يعني لا طبعا بيقول لها يا ماما تلولي يعني كيكة او واشربي الشاي والكيك يا ماما. طبعا قالت له ايه؟ thank you honey، thank you honey. فلازم الحاجات دي قوي نلاحظها قوي، وكمان نسمعها طبعا لو هو موجود لها الـ QR او اللي احنا بنسمع المحادثات دي، بتحسن جدا جدا النطق عند الطفل. تعالوا بقى نحل اكتفس اللي هي طبعا عندي هنا هنعمل باتش نوصل. طبعا هنا ده ايه؟ دي mother، الكلمه دي مكتوب عليها mother، فهنوصلها سوري sister، father. اوكي طب هنا يا ترى اللي هنا بقى lock and circle، يا ترى هنا father or sister؟ father. يا ترى هنا father or brother؟ brother.
يا ترى هلا sister or brother؟ sister. هلا برضو point to the object. طبعا هلا ايه بالحدد الشيء. mother طبعا بيلعبي عليها ايه تك كده. brother family. okay طيب تعالوا برضو ناخد الفونكس، درس الخاص بالفونكس، وده سهل جدا جدا جدا. يلا بينا ناخده مع بعض. فونكس بس الالربيت يعني اسم تابع وفي نفس الوقت قول يعني ورد. يلا بينا ناخدها مع بعض. طبعا هنا عندي حرفين لازم نتعرف عليهم قوي، اولا حرف الاف وحرف التي. لازم نتعرف على الشكلين يعني شكل كل حرف فيهم. كل حرف زي ما احنا عارفين اللي هو لي كابيتال ولي سمول، حرف كبير وحرف صغير. طبعا لازم نتعرف على الشكلين، بالاضافه الى ذلك اللي احنا بنتعرف على الساوند لكل حرف، بنتعرف على صوت كل حرف. يعني مثلا حرف الاف ميكس الساوند بيعمل صوت ايه؟ بيعمل صوت طبعا مش ف ف ف لا ف ف. طب تعال نشوف كده نتعرف على الكلمات بتاعته. family family father father flag flag. طب هنا حرف التي بقى، حرف التي ده بالذات لازم ننطقه صح قوي. حرف التي الساوند بتاعه ت ت، وانت بتنطق صوت الحرف لازم تعطشه، ما تقولش ت لا، لازم تعطش الحرف يعني ت، تحس كده اللي في الاخر في الاخر خالص بيسحب لحرف الشين شويه ت، زي تي اهو تي ميكس الساوند ت ت ت. تي تي تلفزيون تلفزيون. تري تري مش تري لا، تتلطق مش عادي، لازم تتلطق بالطريقه اللي انا قلت لكم عليها دي. تري تري اوكي. طبعا هنا بقى مطالب للطفل اللي هو listen and trace يعني يسمعه في نفس الوقت ايه يمشي على النقط. ودي طبعا زي ما احنا قلنا برضو اللي بيجي يكتب الكلمة الافضل تجيبي كراسة خاصة اللي هو يقدر يكتب الكلمة مرتين او ثلاثة بكتير، بحيث اللي هو يتعرف على شكلها مش اكتر، وكل ما يكتبها لازم يلطقها. طبعا زي اول حرف الاف ف ف flag ف ف father، حرف التي ت ت تي ت ت tree. وطبعا هنا برضه يمشي على تريس اللاين عشان يتعود على كتابة الحروف. تعال نحل الاكتيفز مع بعض. يلا بينا. هنا طالب لك ماتش توصل فلاج تري تي. هنا برضه السؤال التالي سيركل اند رايت، اعمل علامة دايرة وفي نفس الوقت اكتب. يلا فاميلي ف ف family. لازم افهم الطفل ان انا مش هقوله لا ده هو حرف الاف على طول، لازم احسسه بالساوند او احسسه بالصوت عشان يقدر يميز. يا ترى ايه الصوت اللي بيديني ف ف ف، ايه الحرف اللي بيديني الصوت ده ف family، ونكتب حرف الاف ت ت ت television television تي. نكتبها بطريقة احسن بالكده اوكي. طيب وطالب برضو هنا من الطفل تريس، يمشي طبعا على تريس، وطبعا والافضل هو بيمشي على تريس او النقط اللي هو لازم يلتقى يعرف هو بيكتب ايه، مش يكتب كده وخلاص. lesson 3 let's be polite. طبعا يعني يخليك مؤدب. طب تعال نشوف بقى ايه الحاجات او الافعال الحاجات look and draw. انت مطالب انك تنظر وفي نفس الوقت ترسم العلامه اللي هي المفروض ان انا لا ده سلوك كويس او سلوك وحش. يعني مثلا هنا ده يعتبر سلوك ايه كويس جدا. طبعا نعمل سوري. طب هنا سلوك طبعا مش كويس خالص، فبنعمل اللي هو الشك الحزين ده. انا كبرتها شويه بس ايه. طب هنا طبعا برضو الاخوات بيتخانقوا مع بعض فسلوك سيء. طب هنا سلوك كويس تمام.
وطبعا هنا بيرسم الحاجات دي يعني عشان يقدر يتعرف على السلوكيات الكويسة المهذبة أو سلوك غير مهذب. طب يلا بينا. طبعا هنا سيل قال دوغ يعني غني وفي نفس الوقت اعملها. طبعا دي هنا بيعتمد على اللي هو كيو ار اللي هو الكود اللي موجود في الكتاب عشان الطفل يقدر يغني وراهم. بس حلو جدا، يا ريت اللي هم الاولاد يسمعوا الاغنيه عشان برضه تحسن من اللانجوج بتاعتهم واللغه بتكون افضل. تعالى لو انا قريتها بقى على هيئه كونفرزيشن يعني على هيئه محادثه. تيتشر تيتشر طبعا هي محادثه بين التيتشر تيتشر جيرل 1 جيرل 2 جيرل 3 وطبعا في بوي 1 طبعا كمان موجود في المحادثه. تيتشر بيقول ايه؟ هلو وات ذس شو مي بليز يعني ازيكم ورولي ده انتوا بتعملوا ايه؟ تيتشر مدرسه. طيب كده الجيرل بتقول لها ايه؟ هيرز ا كارد. هاي ده ايه؟ ده الكارت يعني اتس ا كارد فور يو. كارت ده ايه؟ ليكي. تيتشر هتلاقي ايه؟ ثانك يو ثانك يو ثانك يو. طبعا الجيرل هتلاقي ايه؟ هلو هيلب مي هيلب مي هلو هيلب مي يعني ازيك تساعديني. سام وور بليز سام وور بليز. طبعا ما بنقولوش سام ووتر، ووتر غلط ما تلطقش ووتر خالص. سام وور وور يعني يا اما نلطقها وور يا اما نلطقها وودر، دي صح ودي صح. سام وور بليز. طبعا الجيرل ثري هتلاقي ايه؟ هير سام وور اتس وور فور يو. طبعا ايه فهنا بعض يعني بعض الماء والميه دي ايه ليكي. جيرل 2 بتقول لها ثانك يو ثانك يو ثانك يو. بوي 1 هلو هيلب مي ا بنسل بليز لو سمحتي ساعديني ممكن القلم لو سمحتي. طبعا ايه هيرس بنسل تفضل ايه او بعض صح تفضل القلم. طبعا اتس ا بنسل فور يو القلم ده ليك. طبعا الطفل قال لها ايه او الولد قال لها ايه؟ ثانك يو ثانك يو ثانك يو. طبعا تفرق جدا جدا مع الطفل لو سمعها كأغنية. طبعا هي اللي عندنا سبع اكتاف تسهيلها نحلها مع بعض. ماتش بليز لكن لحد بيستأذن. الواحدة قال بصراحة ممكن تقريبا دي تقريبا لا 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 اللي هو اكيد اللي هو الطلب لحد بيطلب حاجه. ثانك يو طبعا اكيد الولد ده بيشكر بابا. هلو اكيد دي. طيب طبعا هنا بوينت ذا اوبجكت تمام نشاور على الشيء. كارد ايه بقى الاشكال كارد تقريبا دي تقريبا تمام. وور بنسل على الرصاص. طب هنا بقى circle and the right picture يعني طبعا ضع حول الصورة الصحيحة ايه دايرة. polite حاجة مؤدبة حاجة كويسة مهذبة. pen اللي هو القلم العادي القلم الجاف. please طبعا ايه ده. طيب تعالوا بينا بقى كده هنا طبعا وقت play time وقت اللعب. هنا draw your family or past in that voodoo يعني طبعا انت ترسم عائلتك او تلزق صوره ليهم ودي بتبقى جميله قوي حلوه جدا اللي احنا يعني ده مهاره الرسم او الفن عند الطفل. برضه هنا color and say لون وفي نفس الوقت قول دول مين. طبعا هنا الطفل طبعا وهو هيلون يقول بالانجلش مثلا brother father sister mother. طبعا هنا بقى ريفيو عام على اليونت 6 طبعا دي سهله جدا جدا بتبقى مراجعه عامه. وهنا طبعا امتحان طبعا بعد ما بنخلص اليونت بنحل بقى امتحان وبنسيب الطفل هو يحل لوحده بعد التمارين اللي احنا حللناها كلها مع بعض. طبعا المنهج جميل جدا وسلس وسهل جدا. هنا برضو عندي ريفيو 2 على اليونت 4 طبعا لحد يونت 6 طبعا يعني مراجعه عامه بقى من الاول يونت 4 لحد يونت 6 والطفل طبعا بيحل التمارين دي كلها على اليونت ودي جميله جدا جدا برضو بتحسن من اللي حصله وبتثبتها في نفس الوقت لكل اللي هو اخده. ان شاء الله انتظرونا في يونت 7 وهنا هناخدها ان شاء الله على ات هوم. اشوفكم بقى الف خير ويا رب يكون الشرح كان سهل بالنسبه لكم. مع السلامه. باي باي.